اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في قناتنا على اليوتيوب، قناة اون نيو. النهارده هنقدم لكم شرح ازاي اصور الديسكتوب او سطح المكتب واسيف الصورة على الجهاز من غير برنامج. ده سطح المكتب اهو عندي، ادي السي وادي الدي، هو سطح المكتب كده. بس سطح المكتب عندي بقى مكعبل كده وكل حاجات، فخلينا كده هو نصور كده. ده بنجيب الواجهة او الصورة اللي احنا عاوزين نصورها، وعندنا ازرار في الكيبورد او في المفاتيح، ففي مفتاح او زرار في الكيبورد مكتوب عليه برنت سكرين. برنت سكرين سيسريك، فبنضغط على زرار البرنت سكرين ضغطة واحدة كده هو لقط الصورة. انا عاوز بقى اسيف الصورة على الجهاز بتاعي، بضغط على قائمة ستارت، اول بروجرام، وبفتح الفايل ده اللي قدامي دوت. بلاقي فيه اختيارات جوه، اختار منها بينت. بعد ما فتحت بيانت بضغط في الكيبورد على مفتاحين، كنترول في. دي الصورة اللي انا لقطتها، حطيتها كده بيست في البرنامج قدامي. فاضل بقى ان انا سيفها على الجهاز. بختار السهم اللي فوق دوت، بختار سيف از، هنا بختار صيغة للصورة اللي انا عاوزها، لنختار جي بي جي. بحدد المكان اللي هسيف فيه على الديسك توب مثلا، وبسمي الصورة الاسم اللي انا عاوزه، اي اسم، وبضغط سيف. كده الصورة اتسيفت معايا على الجهاز ونزلت اهي. ادي الصورة اللي انا كنت بصورها للجهاز. وكده الشرح بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. واضغط سبسكرايب او اشتراك عشان يوصلك الجديد من كل شروحاتنا.